الفترة الأخيرة انتشر جدا على السوشيال ميديا مجموعة من الإعلانات لمنتجات مختلفة بتساعد الشخص المدخن إنه يبطل تدخين، والمنتجات دي بقى شوية منها يقول لك إنها أعشاب، وشوية يقول لك إنها أدوية، ومش عارفين مصرحين بيها ولا لأ، وغيرها وغيرها. الفكرة بقى إنه التدخين نفسه بقى فيه حاجات كتير جدا عاملة حيرة وقلق للناس، يعني مثلا في ناس بتقول لك إنه التدخين اللي هو فكرته تسخين التبغ ضرره أخف من السجاير العادية، وناس تانية تقول لك لأ، وناس تالتة تقول لك إنه الفيب أو الشيشة الإلكترونية ضررها أقل وهتساعد إنك تبطل سجاير أسرع، وتطلع ناس تانية تقول لك لأ ده كل ده مش حقيقي. وبين كل الكلام ده والناس اللي عايزه تسوق منتجاتها وبتحاول انها تستغل رغبه بعض الناس في ان هم يبطلوا تدخين، بيتوه بقى الشخص اللي بيحاول يعمل كده فعلا، ويبقى مش عارف يعمل ايه او يتصرف ازاي. ولان الموضوع ده حساس جدا ومحتاج اجابات واضحه وتكون من حد مختص، هيكون معانا دلوقتي على زوم الدكتور محمد صدي، استاذ ورئيس اقسام امراض الصدر والحساسيه طب الازهر. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا فندم. في البدايه عايز اعرف ايه راي حضرتك في المنتجات اللي بتتباع على السوشيال ميديا وبيقولوا عليها انها منتجات بتساعد الشخص انه يقلع عن التدخين، وطبعا الموضوع ده قلب الدنيا على السوشيال ميديا، ايه راي حضرتك في الكلام ده؟ هو طبعا التدخين هو تدخين. احنا عارفين كويس قوي انه حرق التبغ في السيجاره العاديه او الشيشه التقليديه، حرق التبغ بينتج عنه مواد كثيره جدا لالاف المركبات اللي ممكن يبقى فيها مواد سرطانيه، ويبقى فيها حاجات بتهيج الشعب الهوائيه وبتهيج الاثاره للحساسيه والربو الشعبي، ومواد كثير قوي، وكميه البلغم وكميه الافرازات وجيوب الانفيه، كل ده بيقفل المجرى الهوائي التنفسي زياده عن حاجات كتير قوي قوي، سرطان الرئه وسرطان اكثر الاعضاء في الجسم بيتاثر بالتدخين. طبعا الحقيقه في الفتره الاخرانيه السجائر الالكترونيه هي فيها كذا نوع. طبعا. هي خط من خطوط منتجات التبغ. الحقيقه هي طبعا فيها اضرار، واضرار قريبه جدا جدا من التدخين العادي، انما اقل شويه. ومش معنى اقل ان هي تبقى متاحه طبعا، لانه ممكن الاقل ده في بعض الناس يبقى جامد. صح. يعني لو واحد عنده حساسيه، احنا عندنا 30 ل 50% من العالم كله عنده حساسيه الجيوب الانفيه والانف، فلما مجرد ما بيستنشق حتى التربه او حاجه، فاكيد لما يستنشق اي دخان في الدنيا هيبقى مثير للمجرى التنفسي، وينتج عنها الالتهابات المتكرره والسدة الشعبية وأزمات الربو. وبالتالي احنا طبعا احنا كأطباء أمراض صدرية المفروض ان احنا بنمنع ده طبعا، سواء إلكترونية أو العادية. انما لازم اقول حاجة مهمة جدا، اتفضل، انه بعض من انواع او منتجات التبغ الجديدة اللي هي ما يسمى بالسجائر الإلكترونية وتحت منها اسماء كثيرة جدا جدا، بعض منها بيبقى تسخين التبغ مش حرق التبغ زي السيجارة العادية أو التقليدية. لما بيبقى فيه تسخين غير حرق، الحرق بيبقى مواد زي ما قلت كده، مواد كيميائية كثيرة جدا جدا جدا، إنما تسخين التبغ لدرجة 350 درجة فده بيقلل كثير من هذه المواد الكيميائية اللي ينتج عنها أخطار التدخين. إنما بنلجأ ليها في بعض الأوقات، بعض الشباب يجي يقول لي ان انا عايز حاجه فيها نيكوتين اقل واقل ضرر، لان مش هقدر ابطل دلوقتي، لان احنا عارفين عشان نقلع عن التدخين في كذا ستيبس ومراحل كتيره جدا جدا، وبيشترك معانا كمان اوقات اساتذه للامراض النفسيه، نشوف هو ليه، شو الظروف الاجتماعيه بتاعته، اخبارها ايه، وايه اللي بيخليه يدخن، وايه اصحابه واصدقائه. عشان نقلع عن التدخين لازم حاجات كتير بنمر بيها، وبندي اوقات مهدئات في بعض الناس اللي هيبطلوا تدخين. انما في بعض الشباب لما بيستخدم فعلا السيجاره، بعض من انواع السجائر الالكترونيه اللي هي فيها تسخين التبغ مش حرق التبغ، وفيها كمان بعض منها بيبقى نيكوتين اقل، فبقدر اتحكم في ان انا اقلل
النيكوتين والزرو اللي بيحصل اللي بيخلي المدخن اللي بطل تدخين اللي هو مجرد اول اسبوع بيبقى فيه اعراض كثيره، صداع وبيبقى عنده اكتئاب شويه وهكذا. فبنقدر ندي. وانا الحقيقه في بعض الناس لما استخدموا بعض انواع من السجائر الالكترونيه، بس بعض انواع منها لان انا مش هقول اسماء لان الاسماء فيها كويسه جدا، بتقدر تساعد، بس على شرط ان هو يستخدمها هي بقى. ان اللي هيستخدم السجائر العاديه او الشيشه التقليديه مع السجائر الالكترونيه ده يبقى صعب جدا، وده مش هيبطل، ده بيتدلع. انما اللي عايز فعلا يقلع عن التدخين ممكن ان احنا نوصف في بعض، انا ما بقولش في كل طبعا. في واحد من الاول، اول ما بقول له اضرار التدخين بيروح او ابتدى يجي له حساسيه او بيجي له التهابات في الشعب، فعلا ممكن او ان هو يبطل تدخين. وفي ناس كتير جدا جدا بنشوفهم وبنتكلم معاهم يبطل التدخين على طول، وده يبقى سهل. انما النوع اللي هو الوسط اللي هو عايز ومش عايز، ده بنساعد بانواع كثيره، ومنها انه ممكن يستخدم بعض السجاير الالكترونيه وبتبقى مش بطاله يعني في بعض الناس. يعني خلينا إنما نقول التدخين إن حضرتك تدخين. بتقول ان السجاير الالكترونيه ممكن تكون اقل ضرر، مش انها طبعا حاجه كويسه نهائي، لكن في نفس الوقت طبعا. يا دكتور حضرتك بتقول ان ممكن يكون في نوع من الادمان، هل ده معناه ان احنا بنحتاج لدكتور نفسي لو حد عايز يبطل سجاير؟ اصل بصي دي نحددها لانه مش كل مدخن زي الثاني. اه طبعا. دايما بنعالج كل مرض، كل واحد غير التاني. هو نفس الكلام، نفس الكلام في التدخين. في واحد بقدر عليه بمجرد قعدتين، وفي واحد تاني اساعده ببعض انواع، انا مش السيجاره الالكترونيه عامه، لان في بعض انواع منها كويسه مش كويسه عامه كده. بعض الناس اللي عايزين يبطلوا ممكن اساعدهم بحاجه زي كده، تبقى تسخين التبغ مش حرق التبغ. طب يا دكتور انا دلوقتي لو في حد عايز يبطل سجاير موجوده ما نعرفش جايبينها منين، سواء فيها حاجات بقى انت عارفه النكهات الفواكه زي التفاح ومش عارف وايه والكلام ده، وانا برضه ما بقاش ضامن الماده دي مصنوعه فين. فدي ممكن برضه تعمل اثاره للشعب الهوائيه وللرئه وتعمل امراض ثانيه. طبعا. طب يا دكتور دلوقتي لو في واحد عايز يبطل سجاير ولسه مش عايز يتجه لدكتور، عايز يبتدي مع نفسه الاول في البيت، تنصحه بايه؟ يتصرف ايه؟ هي الخطوات البدائيه الاولى. اول حاجه لو هو مجرد ان هو عايز يبطل دي حاجه حلوه جدا. بمعنى ايه؟ ان احنا مجرد يعني هو عايز دي عنده اراده. احنا نساعد دول، حلوين قوي دول. لان في ناس ثانيه يقول لك لا انا مش هبطل، طب خلاص انت مع نفسك بقى. طبعا. انما اللي في عنده بقى امراض او اللي من نفسه فعلا ابتدى يقول لك لا انا ريحه سجاير والجلد بتاعي ابتدى يسود وحاجات كتير كل حاجه، فده ممكن قوي ان احنا بنقعد معاه ونتكلم معاه نقول له طيب تقدر كذا، لانه لازم يبتعد في الوقت ده. لو قعد اسبوعين كده بس الانسان طبعا تعود. ايه البدائل يا دكتور؟ انا دلوقتي لو واحد عايز يبطل سجاير ايه البدائل اللي يعملها جوه البيت قبل ما يروح للدكتور؟ البدائل اللي هو اول حاجه ما يخليش سجاير جنبه ولا جنب مدخنين. لانه هي القعده مع الاصحاب والاصدقاء والاماكن اللي فيها تدخين هو ده اللي بيخليه يقول طب يعني ما جاتش على النهارده. ايوه. انما صح. لازم خدت قرار خليك جريء وقول خلاص انا من النهارده هبطل تدخين. وفي ناس كتير الحقيقه كتير قوي ابتدوا يبطلوا تدخين، خد قرار وبعد اسبوع اسبوعين عن اصدقائه اللي بيدخنوا او الفيلد اللي حواليه، مجرد ما عمل كده فعلا ساعد نفسه وساعدنا معاه ان احنا نساعده كده. مظبوط. في بعض ادويه ثانيه بنديها تبقى مساعده، وفي بعض من المهدئات بنقدر نديها في بعض الحالات. لان زي ما بقول كل حاله غير الثانيه. صح. الدكتور محمد صدقي استاذ ورئيس اقسام امراض الصدر والحساسيه طب الازهر، بشكر حضرتك جدا على المداخله دي.